هذا الرجل أصيب بحادث شنيع لدرجة أن مرافقه توفي عليه رحمة الله، وهو أصيب بشلل في قدمه لدرجة أنه مر الأطباء وشبه يئس من حالته وأصبح مشلول لا يستطيع الحركة. يقول: فبدأت أنا في الساحة الخارجية لمنزلنا أدعو الله يوم الجمعة وأبتهل إليه. يقول: فما شعرت إلا كأن صعقا كهربائي قام بارتعد منه جسدي، ثم قمت كأن قدمي ليس فيها شيء. يقول: لدرجة إن الموقف كان مهيب، وأقبل أهل البيت وبكاء من الفرح. يقول: كان موقف سرعة إجابة الله سبحانه وتعالى. لا تقنط، لا تيأس، وعصر الجمعة دقائق معدودة، لا تضيعها، إلجأ إلى الله.